الكابت والعلماء ويعتبر ذلك من الجرح والتعديل. هذا أشد الغيبة، غيبة العلماء وولاة الأمور، هذا أشد لأنه مفسدته أكثر، لأنه يرخصهم على الناس بزهد العلماء وولاة الأمور عند الناس بسبب الشر، هذه أشد أنواع الغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا من الجرح والتعديل، هذا من الغيبة والنميمة. الجرح والتعديل في علم الحديث، في علم الإسناد، ما هو الكلام بالمجالس، هذا من الجرح والتعديل، هذا من الغيبة والنميمة، ما هو من الجرح والتعديل. الجرح والتعديل في علم الإسناد، حديث عن فلان عن فلان عن فلان، يتتبع الرواة ويذكر أحوالهم إذا كان من أهل العلم، هذا هو الجرح والتعديل لأجل حماية السنة من الدخيل ومن الكذب ومن الوضع ومن الضعف. فأبيح الجرح والتعديل في الأسانيد لأجل حماية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هالمبتدئين وهالمتعلمين هل هم من علماء الجرح والتعديل؟ لا، ليسوا من علماء الجرح والتعديل، ولا يعرفون الجرح والتعديل، ولا يعرفون مواضع الجرح والتعديل. هذا كذب وافتراء على هذه المسألة.